صندوق مكافحة الفساد الذي يديره المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني نشر تقريرا يفضح عمليات فساد مالي واختلاسات كبيرة رافق تشييد منشآت خاصة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في فبراير المقبل. فساد مالي استفاد منه مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. منذ البداية وضع مشروع سوتشي لا لاحتضان الألعاب الأولمبية فحسب، بل ليكون وسيلة إثراء لعدد قليل من الأصدقاء المقربين من بوتين. سكان سوتشي الذين يستعدون لاستقبال هذا الحدث الرياضي الهام لم يخفوا شكوكهم حول فساد مالي يحيط بمشروع غير وجه مدينتهم. مسألة الفساد المالي واردة، كل شخص يريد أن يحقق ربحا مهما كان مصدره، هذه هي روسيا، إنها روسيا. التقرير استند إلى خرائط ومخططات لكل منشآت المشروع الرياضي، ما مكن خبراء من إجراء تقويم مستقل وإنجاز دراسات خضعت لمقارنة بمشاريع أولمبية مماثلة.